بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا التمرين الذي يقول المرجح للسنة الثانية ثانوي رقم 1. إذن لننطلق على بركة الله. قال A و B نقطتان متميزتان. قال أنشئ النقطة G مرجح النقطتين A و B المرفقتين بمعاملات معاملين وثلاثة وواحد على الترتيب. أولا نحن نقول هل يعني جي موجودة أم لا؟ لاحظوا جيدا، نجمع المعاملات اللي هو ثلاثة زائد ماذا؟ زائد واحد تساوي لنا أربعة، وأربعة لا تساوي الصفر. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ إذا جي وحيد، يعني يوجد لنا نقطة وحيدة مرجح لهاتين النقطتين A و B. الآن أبنائي نحن نعلم ما مع ذلك ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا أن هكذا نقول ثلاثة جي A زائد واحد في جي B اللي هو جي B شعاعيا يساوي لنا الشعاع المعدوم. هذا الشيء الذي نحن نعلمه إذا كانت جي موجودة، لكن هو طلب منا أن إنشاء النقطة جي. لاحظوا أبنائي ماذا تقول القاعدة؟ تقول نعلم أنه إذا كانت النقطة جي واحدة مرجح الجملة A، الجملة A مع ألفا وB مع بيتا، ها هو ألفا وها هو بيتا. قال فإن، لاحظوا عندنا علاقة شعاعية هي التي تساعدنا على ذلك. قال A جي، لاحظوا الترتيب، A جي يساوي لنا بيتا على ألفا زائد بيتا A بي. قال نقسم القطعة A بي، لاحظوا سوف نتعلم، إلى أجزاء، إلى ألفا زائد بيتا جزء متقايسة، ثم انطلاقا من A نضع جي على بعد ماذا؟ على بعد بيتا على ألفا زائد بيتا. يمكن الاستعانة بمبرهنة طالس. لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي. إذن من هذا الأمر ماذا نستنتج؟ لاحظوا جيدا A G، ها هي العلاقة، وانظروا بأم أعينكم كيف يمكن الإنشاء. ها هي A G يساوي قلنا بيتا على ألفا زائد بيتا A B، معناه تصبح لنا هكذا A G يساوي ماذا؟ البيتا، ها هو، إذا قلنا ها هو ألفا وها هو بيتا، إذا تصبح لنا ماذا؟ البيتا اللي هو واحد، واحد على ثلاثة زائد واحد ماذا؟ A B. انظروا جيدا من ماذا استخرجت هذه العلاقة؟ استخرجت من هذه العلاقة فقط، يعني لا يوجد شيء صعب. فأصبح لنا A G يساوي لنا ربع واحد على أربعة A B. هكذا يا أبنائي. الآن تعالوا نقوم بالإنشاء ب لا تابع جهة. إذن قلنا أن الـ A مع ماذا؟ مع الثلاثة، والـ B مع ماذا؟ مع واحد. هذه هي الجملة المثقلة حيث G هو مرجح لها. فأولا يا أبنائي نأتي، إذا قلنا ها هي القطعة A B، لاحظوا قطعة اسمها A B، لاحظوا إذن هنا A وهنا B. نريد الآن، قال هو يجب تقسيمها على ألفا زائد بيتا. ألفا زائد بيتا، ها هي ألفا زائد بيتا اللي هي كم؟ هي أربعة، لكن نحن لا نعلم أن يعني لا أعطيت لنا الوحدات. كيف يمكن إنشاء تقسيمها يا أبنائي؟ نقسمها بما نسميه نظرية، لاحظوا جيدا يا أبنائي، بما نسميه نظرية طالس. نظرية طالس سوف نقسم، ننشئ قطعة ونقسمها إلى أربع أجزاء متساوية. إذا قلنا ها هو واحد اثنان ثلاثة وأربعة، هنا هذه القطعة مقسومة بالتساوي. كيف تقول طالس؟ تقول أولا نضع الخط الأول في هذا، هنا في هذا الطرف، ونضعه هكذا، ثم ننشئ خطوط كيف هي متوازية يا أبنائي. هكذا، انظروا جيدا، سوف أقوم بالتكبير فقط. إذن هكذا، إذن هكذا، ثم نضع خطا موازيا هكذا، ثم نضع خطا موازيا له هكذا كما أشير. تابعوا أبنائي نقطة نقطة كي نتعلم يعني كيفية تقسيم قطعة كما نشاء. الآن لو كانت خمسة لأنشأنا قطعة طول خمسة سنتيمتر. الآن هو ماذا وجدنا؟ عندنا العلاقة ها هي، انظروا جيدا، العلاقة هي
A J يساوينا واحد على أربعة من A B. A J يساوينا ربع. ما معنى ربع؟ معنى تقع النقطة J في هذا الموضع. لو قال تابعوا لو قال ثلاثة وجدنا هكذا A J يساوي لنا ثلاثة على أربعة A B. لاحظوا أبنائي تقع النقطة في هذا الموضع حتى تفهموا يعني لأن الترتيب لأن هنا هذه العلاقة لو نحولها إلى بعد تصبح لنا الطول AG يساوي لنا واحد على أربعة من AB معناه ربع معناه إذا قلنا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة فهي تقع في ماذا؟ تقع في الربع الأول إذن النقطة G سوف تكون في هذا الموضع وتصبح لنا القطعة AB ها هي يا أبنائي بكل بساطة بعد ما أكملنا مع هذا الجزء سوف نأتي الآن إلى الجزء الثاني إذن في الجزء الثاني كذلك أبنائي قال أنشئ النقطة H مرجح النقطتين A وبالمرفقتين B هذا معاملها ناقص أربعة وهذا معاملها ثلاثة قال نعلم كذلك إذن ماذا تصبح لنا هنا يعني بأبسط طريقة نقول A H يساوي ماذا؟ بيتا ها هي بيتا وها هي الألفا بيتا اللي هي كم؟ اللي هي ناقص اللي هي ثلاثة على ألفا زائد بيتا اللي هي ناقص أربعة زائد ثلاثة ماذا قلنا؟ A B ركزوا معي يا أبنائي نقطة نقطة كي تتعلموا إذا ماذا ينتج؟ ينتج لنا A H شعاعيا يساوينا ماذا؟ يساوينا ناقص ثلاثة لأن هنا تعطيكم ناقص واحد مع ذلك لاحظوا سوف أفسر أكثر تصبح لنا ثلاثة على ناقص واحد A B لكن هذا الناقص له الحق أن يأتي إلى هنا فيصبح لنا A H يساوي لنا ماذا؟ ناقص A ناقص ثلاثة عفوا ناقص ثلاثة A B قلنا دائما القطعة تقسم إلى ألفا زائد بيتا ألفا زائد بيتا اللي هي ماذا هنا؟ اللي هي ناقص أربعة زائد ثلاثة أعطت لنا ناقص واحد لكن لاحظوا نقطة نقطة أبنائي سوف نقوم الآن بإنشاء AB إذا قلنا ها هي القطعة سوف نجعلها أصغر أفضل لاحظوا ها هي القطعة AB انظروا A ها هي A وها هي النقطة B قلنا ماذا يساوينا؟ A H يساوينا ناقص ثلاثة A B أولا كلمة ناقص معناه النقطة سوف تكون في هذه الجهة لماذا؟ لأن يا أبنائي لو قال A A H تساوينا ثلاثة A B يعني تكون في هذه الجهة لكن الآن الشعاعان متعاكسان معناه نعد كم ثلاث وحدات من A B إذن هنا واحدة إذن هنا لاحظوا جيدا إذا قلنا ها هو واحد ثم ها هو اثنان ثم ها هو الثلاثة لاحظوا نقطة نقطة أبنائي إذا قلنا ها هو الثلاثة وها هي مثلا الأربعة هكذا إذا تكون النقطة ماذا؟ النقطة آش تكون في هذا الموضوع حيث من هنا إلى هنا كم؟ لاحظوا انظروا تابعوا جيدا حتى تتعلموا يا أبنائي إذا قلنا القطعة A B ها هي ها هي القطعة B ها هي قطعة ثم الآن قطعة A B ثم الآن نعود بناقص ثلاثة واحد اثنان ثلاثة لاحظوا جيدا نحن فعلنا كم؟ فعلنا أربعة إذا نحتاج كم؟ نحتاج ثلاثة فقط إذا تكون النقطة آش لاحظوا يا أبنائي إذا قلنا ها هو واحد اثنان ثلاثة إذا تصبح لنا النقطة آش في هذا الموضع أما هنا فقد وضعنا أربعة ها هي النقطة آش حيث هذا الشعاع AB يساوينا كم؟ ناقص ثلاثة لاحظوا قلنا A بهذا يكون A H يساوينا ناقص ثلاثة A B يعني أكبر منه في الطول إذا قلنا هنا A H طوليا يساوينا كم ثلاثة A B ما معناه معناه A بهذا يكون يساوينا واحد على ثلاثة A H ما معناه معناه الـ A B صغير ثلاث مرات على الـ A H لهذا لاحظوا الـ A H كم كان طوله يا أبنائي حتى تفهموا لو كانت هنا الزائد يعني عندنا العلاقة اللي هي A H تساوي لنا ثلاثة A B
هكذا ماذا تقول؟ نأتي إلى هذه الجهة نعوض من هنا، يعني نحسب واحدة اثنان وهنا الثلاثة، إذا تقع النقطة أش في نقطة أش في هذا الموضع، يعني حتى تفهموا يا أبنائي كيفية إنشاء مرجح نقطتين بأبسط طريقة ممكنة. وفي الأخير أبنائي وبناتنا الأعزاء، أتمنى قد استفدت من هذا الفيديو. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.